بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. في هذا المقطع راح أقدم صراحة جائزة لمن يجاوب عن الأسئلة المتعلقة في وحدة التكييف اللي راح أرفق. زين المقطع أيضا في هذا المقطع. زين حبايبي، فالجهاز هذا أنا اشتريته وحاليا لا أحتاج هذا الجهاز، وهذا الجهاز موديل 59 ماكس اي ار ثيرموستات، وصار لي استخدمه مدة. نظيف وجديد طبعا، اغطي المنطقة هذه عشان ما تتسخ، وفيها بطارية واحدة، ولكن راح اشحنه صراحة للشخص المحظوظ صراحة بدون بطارية، لانه ممنوع شحن البطارية. زين، والبطارية تركب في هذا المكان او هذه الحجرة، تسكر من هنا وبعدين تغلق، وبعدين تستخدم الجهاز. زين طبعا راح اشيل هذا الكنكس حاليا. تستخدم الجهاز وشغال 100%، فقط الشاشة فيها سكراتش، امورك طيبة. زين طبعا مدى الكشف لهذا الجهاز اللي هو 8 انش، تقريبا 20 سنتي، يبدأ من عشرين لغاية اقل من متر، والأفضل إنك تستخدمها في حدود 15، من 10، خلنا نقول من 10 إلى 30 سنتي فقط، في حالة إنك تبغي قياس وحدة التكييف من 10 إلى 30 سنتي، يعني هذه 10 تقريبا، أوكي، وهذه تقريبا 30، هذه المسافة الجيدة. زين الحين يلا نضع السؤال أو الأسئلة وجابوا عليها، والمحظوظ ان شاء الله راح يحصل هذا الجهاز. طبعا الأسئلة راح تتعلق في هذه الوحدة. اولا، ما هو او ما هي او ما هو خلينا نقول ما هو نوع هذه الوحدة؟ واحد. اثنين، حجم هذه الوحدة. ثلاثة، متى تم تعديل تركيب هذه الوحدة. طبعا ايضا هذه الوحدة الخارجية، وايضا نتابع الاسئلة فيها. السؤال الرابع، نوع الضاغط في هذه الوحدة حاليا. زين، نوع الضاغط السؤال الرابع، وأصل غاز الضاغط في هذه الوحدة السؤال هذا الخامس، والسؤال السادس راح يكون ما هو الغاز الحالي لهذه الوحدة. زين، والسؤال تقريبا الثامن، كمية الغاز التي تم شحنها في هذه الوحدة. زين، وراح اضع لكم صراحة الاسئلة هذه في الكومنتس، ببداية الكومنتس، وجاوبوا بناء عليها. لا تألفوا لي ولا تخترعوا لي ولا تربطوا لي او ترفق رابط تركيب هذه الوحدة واثناء صيانتها. زين حبايبي، اتمنى لكم التوفيق. زين، ونبارك مقدما لسعيد الحظ الذي راح يجاوب صراحة على هذه الاسئلة ويفوز او يربح الجهاز. وان شاء الله راح اوقف استقبال الاجوبة غدا، يعني راح اعطيكم 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة راح اوقف المقطع هذا واشوف الشخص الذي جاوب بشكل سليم، ونبارك له. زين، يلا مع السلامة.